بنلون حلقتنا بالموسيقى وبنستقبل فنان لنحتفل معه باطلاق اغنيه جديده وكليب جديد. يا اهلا وسهلا بفادي جانو. اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك. شو اخبارك؟ الحمد لله. ميرسي. بدايه فادي للمشاهدين اللي بعد ما بيعرفوا، كيف بتعرف عن حالك؟ انا فنان عربي من اصل سوري. مغترب بامريكا، صار لي تقريبا 22 سنه هنيك. نعم. وقديش صار لك بمجال الفن؟ مجال الفن البروفيشنال، يعني بروفيشنال من وقت ما نزلت اول سنجل لهلا تقريبا شي 5 سنين. اوكي. طيب فادي، مبروك للكليب الجديد لاغنيه اخر الليل. مرسي. من اخراج رندا القداح، خبرنا اكثر، شو اعطينا تفاصيل عن هالعمل. فيديو كليب جديد، الوان جديده، حتى بالنسبه لي كثير جديد الفيديو. رندا قدرت توصل الفكره اللي انا كنت حاططها ببالي بالالوان، حتى طريقه التصوير والارت اللي كان موجود على السيت. سو كثير يعني عمل رح يطلع ان شاء الله حلو وان شاء الله يعجبكم. كيف كان هيك، كيف كان التصوير؟ كنت مرتاح قدام الكاميرا؟ حسيت هيك شوي برهبه؟ حسيت لا انه ممكن تأدي في عندك يمكن نوع من البركي مهارات تمثيليه؟ ايه مثلا مهارات تمثيليه؟ معقول تمثيل؟ كان في كثير تمثيل وكان في رقص وتمثيل، بقى هذا كله جديد بالنسبه لي. حلو. طبعا كانت يعني اكسبيرينس حلوة. جديدة وحلوة، بس انه يلا رح نشوف اصلا نحن قريبا. ان شاء الله ان شاء الله قريب. طيب، من سوريا انتقلت مع عائلتك للولايات المتحدة مثل ما كنت عم بتقلنا، هل تأثرت نوعا ما بالثقافة الغربية شوي؟ شوي تأثرت من ناحية يعني انا درست بأمريكا، تأثرت من الجامعة لما رحت على الجامعة، تأثرت شوي بالمجتمع والسوسايتي اللي هناك. طبيعي طبيعي طبعا. نعم. بس ما تخليت عن الروتس العربي تبعي، يعني انه ضليت عم غني بالعربي، ضليت انه عم حاول، مع انه وجودي بامريكا حسيته كموسيقيا ميزني ميوزيكلي عن الفنان العربي، لانه كان عندي اوبورتونيتيز يمكن اني اقدر غني للعرب، الجاليه العربيه اللي هن بحنوا كثير، فقدروا يعطوني كثير فرص لحتى اني اوصل لهون، والطموح ساعدني، وانا يعني بالاخير بمثل جروب من الشباب. صحيح. يلي عندهم احلام، يلي انه قد ما تعذبتي وقد ما سافرتي وبعدتي عن الوطن بتقدري تعملي شيء حلو. فادي، كان لك تعاون مع الفنان الشامل نحن بنسميه سليم عساف، خبرنا من خلال اغنيه لما بتشتاق، خبرنا عن هالتعاون هيدا وكيف كان هيك اللقاء بينك وبين سليم. بيني وبين سليم في صديقه مشتركه. إيه؟ هي مخرجه روبي مالك، وعرفتني على سليم، بعثت له فويس نوت بصوتي وقتها هو عرض علي لما بتشتاق. هي القصه تقريبا من شي 4 سنين. سليم اول شيء انسان راقي، حساس، فنان بكل معنى الكلمة. نعم. ولما أعطاني لما بتشتاق يعني دبت بالغنية قد ما حبيتها، ونزلت على لبنان وسجلتها وكانت كثير اكسبيرينس حلوة. وهل لقيت حالك بهالخط الرومانسي؟ بالأول رأيت حالي بالخط الرومانسي طبعاً، وقساتني يعني اليوم لما بغني بالحفلات أغلبية الأشياء اللي بغنيها رومانسي طرب شوي، بس هو أعطاني مثل أول خيط، يعني هو اعطاني فرصه العمر، الباب يلي فتح لك اكيد ابواب غيره. طيب فادي، باي صوره بتحب اكثر شيء انه تظهر فنك وشخصيتك؟ هلا كنت عم تقول انه انت شوي رومانسي، رح تضلك بهالرومانسيه ولا لا معقول نشوفك بشيء اكثر هيك؟ هلا اخر الليل بدنا نرقص شوي. أوكي. بدنا نطلع شوي عن الرومانسيه، فيها شويه رقص. نعم. فيها شويه انرجي، حتى بالنسبه ل اي ثينك الموسيقى العربيه يمكن فيها شيء جديد. حلو. شو بدك فعلا من الغناء، من الموسيقى، لوين حابب توصل؟ يعني انا حابب اوصل لل يعني ما بقدر اقول لك انه انا وين بشوف حالي بعد 5 سنين، بس بشوف حالي انه مطرب، مغني معروف، محبوب. بتحس حالك انه بامريكا ممكن توصل؟ يعني بركي اذا بتنتقل على بلد عربي بتوصل اكثر؟ ما في شك انه البلاد، وجودي بالبلاد العربيه بيساعد 100%. صح. نعم. بس اليوم عن طريق السوشيال ميديا عم بقدر اوصل لشريحه كثير كبيره من الناس. سو اكتف كثير على السوشيال ميديا؟ كثير اكتف على السوشيال ميديا، يعني كل شيء بحط على السوشيال ميديا، سو انا كثير اكتف وبحب اني دائما اوصل هذا الشيء. اليوم بقدر اوصل للملايين بكليك. حلو. صح. السوشيال ميديا كثير مهمه هلا، كثير مهمه اليوم، وهي اليوم يعني اللي بتعبر عننا، السوشيال ميديا، وبتحكي عن شخصيتنا اكثر. نعم. طيب غير الالبوم فادي، هل عم تحضر لمشاريع جديده؟
مشاريع جديدة، عندي حفلات بأمريكا هلا راجع، عندي كمية من الحفلات اللي بدي أعملها، وبعدين بدي أرجع لدبي، عندي حفلة بدبي وإن شاء الله ببيروت. في حدا داعمك؟ في حدا بيساعدك؟ عندك يمكن مدير أعمال، شركة إنتاج، ولا لوحدنا؟ هلا لوحدي، بس في حوالي كثير تيم يعني بياخذ العقل دائما حوالي وبيساعدوني. اللي كاتب آخر الليل، الكاتب والملحن الكبير توفيق المغربي، نعم، هو اللي كان معي من أول المشوار من شي 6 أشهر لليوم، اللي هو داعمني 8 أشهر حتى وداعمني، والإعلامي الكبير أسامة ألفا كمان اللي هو دائما معي واقف جنبي. طب فادي، هل درست الموسيقى ولا لا بس اتكلت على الموهبة؟ اتكلت على الموهبة أكثر، بس أنا دارس يعني، أنا لما كنت صغير كنت ألعب بيانو بالبيت واستمريت شوي لهلأ بعمل شوي، بس ما عاد في وقت مثل قبل إني أقعد ألعب. وقت اسم الله مش عم نلحق، وقت ما في إيه. هيك بيمرق بسرعة كتير. قديش باقي بعد ببيروت؟ إن شاء الله أسبوعين تانيات. أسبوعين إن شاء الله بتمضي فترة كتير حلوة فادي، انبسطنا أنه تعرفنا عليك. أنا كمان، ورح نتابع كل أخبارك أكيد. ميرسي لكم، ثانك يو سو ماتش. بتمنى لك كل التوفيق فادي، بتستاهل. ثانك يو.